الكتنة منه؟ أنا أحكيها هيك بالجلفي، الكتنة منه؟ الكتنة اللي عبور جسر الجمهورية وجسر السنك، كان أحكي لك أنا بغداد بالتحرير من يوم واحد. الكتنة من هو؟ الكتنة الجيش العراقي فرق التدخل السريع الموجودة، وكتلونا جماعة الشغب لهذا الأشخاص الشبحيين لا نعرف قيادتهم منه، قائدهم منه، ارتباطهم منه بالداخلية، بالدفاع، بالقمار، بالميليشيات. مكافحة الشغب هذا الجهاز يجب أن يعاقب كله وبدون استثناء. كل واحد بمكافحة الشغب عمل من يوم 1/10 إلى يوم 25/12 إن شوية خفت القتل مالتنا، هؤلاء كلهم محاسبون، يجب أن يحاسبون اليوم أو غدا. لذلك حينما يقولون لا نعرف من هذا، طيب جنابك أنت قائد العام للقوات المسلحة، أول إجراء يجب أن يتخذ تغيير كافة القيادات العسكرية والأمنية، نعم، قادة الألوية وقادة الفرق وقادة الأفواج حتى، لأن هذه المنظومة الفاسدة للأسف الشديد، الجيش العراقي البطل فيه رجالات ولكن تديره وتنخر جسد هذا الجهاز الأمني بصورة عامة، قوات مسلحة داخلية كلها تنخرها، ينخرها الفساد وينخرها الولاءات. هذا الحزب الفلاني يرشح هذا أمر لواء، هذا أمر لواء يشتري أمرية اللواء بكذا فلوس، هذا أمر فوج صعد عليه أمر تحقيقي دفع فلوس لكذا وطلع. لذلك نحن نشكو ونعاني من منظومة فاسدة، منظومة متكاملة الفساد. لا تقول لي السياسة فقط الفاسد، ولا تقول لي هناك بعض القضاة الفاسدين ومتواطئين معهم، والكل عسكر وجيش وقضاة وسياسيين ووزراء، هنالك منظومة داخل وزارة الدفاع.